حرق تليفونه حرق، هذا ما يرد. تحق هذا متعمد. وانا اقول لكم اعطوني المفتاح، خلني اروح انطرف البيت. خالتي باب بيته مفتوح، ابوي عمره ما قفله، كان دائما ينطر امي ترجع. واليوم لا ابوي موجود ولا امي. ملاقين اسم ابوك بالمستشفيات على قولة ام هاني، قصدي ام عبد العزيز. من زمان الناس ينادوني ام هاني، عادي كلهم عيالي. من كثر ما هو تافه يذكرونه. ايش كنتي تقولين؟ لا كنت اقول انك تروحين بيت ابو ياسمين واحنا نكمل ندور عليه. انا بكون معاكم. اي والله كان زين، كان زين تكون معنا ندور عليه بالديره. خلاص انت روحي مع عبد العزيز وانا بروح بسيارتي. اوكي. بس احنا ما نبي نشغلك معانا. لا عادي. اصلا فرصه نشوف هاني مع بعض. ان شاء الله نلقاه. يلا. يلا خالتي تيجي. تعال حاجيك. ليش ما قلت لي تي معك؟ تبي تشوفها؟ لا يمكن هي تبي تشوفك انت. لا لا انت تبي تشوفها. على فكره عاد انا اعرف قلبك ترى لما يحبها. ايش تقصد يعني؟ ماني فاهم، فهمني. تعرف شنو مشكلتنا؟ احنا دائما كذي، دائما نخش اعمارنا. حسام يا اخي انا ماني فاهم، تقدر توضح لي اكثر؟ بالعكس، انا كل شيء بحياتي واضح، حياتي واضحه، حتى موتي وايد واضح. بس هي مهتمة فيك انت اكثر. حط لي لك الماي. خب راح يسوي فيك كذي، راح يغرقك شوي شوي مثل ما الماي يغرق ريولك انت. انا وياك بدينا نغرق. اي بس لا تقولي نوريه هي البحر. انت تقدر تخلي ريولك الماي. السلام عليكم. أقول نعيمي. خير وبيهيج. لبنياتي للعادة هني يطيرون طيارات، اليوم ثالث ما اشوفهم. انت الحين يلا تشوفني وانا قاعده قدامك، تشوف البنات؟ شوفتك تكفي، شوفتك غنات. اقول مرزوق. هلا. تهقى الريال هالايام يكتفي بالحب؟ بنادم اذا حب يتغير فيه كل شيء. مو كنا هذا الكرسي مغيرينه؟ لا، هذا هو نفسه. يح. لا لا مو كرسينا هذا، لا غير، هذا لونه غير. لا لا حتى نفس اللون. لا أنا متأكد 100% إنه مو هذا كرسينا. لا يا
الو، وعليكم السلام. انت وين انت؟ ليش ترد ما ترد على مكالماتي؟ تعال، لا يكون انت اللي ماخذ ابوها. اي حسبالي. اي مو انا بيت ابو ياسمين، البنت قعدت معي ساعتين. لا طلعتي والبنات راح يدورون على ابوها، وهم بعد عبد العزيز يدور على ابوها. ايش فيك؟ اي مع عبد العزيز. ليش غرت؟ مو اخوك؟ اي زين انت تعال. اي عاد لا تتاخر. يلا مع السلامه. الله العظيم سوالفك ما تخلص. خلينا نام شوي ارتاح لميون. يلا سلام. سلام، شلونك؟ شلونك؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. حسام عندي سؤال، انت ليش تحب تقعد على كرسي من خشب؟ تدرين عاد انت الوحيده اللي لاحظتي هالشيء، ما شاء الله ترى انت وايد دقيقه. وايد هالشيء مسبب لي احراج وازعاج. انت متضايقه من شيء؟ ياسمين للحين مو لاقين ابوها، مختفي. وسميرة لقيت بنت اللي ذبح بنتها، ولحين ما أدري شنو بتسوي وش اللي براسها. أمي ما أدري متى راح ترجع، وسما ذبحتني بشهرتها، لحين مو عارفة شنو شخصيتها. وأنت؟ تبين تشربين شيء؟ لا مشكور، عندي ماي. في مكان اني دائما يروح يزور احد هناك، وساعات انا اوصله. صراحه لا انا ولا من اعرف سالفه المكان، ولا ندري ايش حقه رايح. اتوقع ترى اذا رحنا بنحصل سيارته هناك. مثل شنو؟ ما أدري، كذي بناية قديمة، يمكن يزور واحد من ربعه ولا شيء. أنا ما قال لي شيء من قبل. هو يقول لك كل شيء صح؟ أكيد كلمت عني. أكيد وهو قاعد يتكلم كان قاعد يطنز علي ويسوي سوالف هذه. هاني ارسم صورة عنك.
بدل ما تشبه الصورة اللي قاعد أشوفها الحين. حتى أنت كان يتكلم عنك. هم أنا نفس الشيء من كلامه رسمت صورة قدامي بس الصورة هذه كلش ما تشابهك. ثاني طيب. هذا الشيء الوحيد اللي مخليني استحمل اخباره. زين اقول لك انت شنو ابوك ما عنده تليفون؟ بلا بس كله يخليه بالبيت ما يحب ياخذه معه مكان. تبيني اجيب لك ماي؟ ابي ابوي. امس كنتي قويه. ايش فيك اليوم؟ اليوم انا البنت الصغيره. الطفله اللي امها عدتها على السرير راحت. أذكر اليوم كان بارد. أبوي يقول ملابسي كانت ملونة. كنت قاعدة أبكي. الحين بداخلي ببكي. أحس الجو بارد. أنا متأكدة إن أبو ياسمين بيرجع اليوم. وأنا مستغربة من ياسمين. شلون تركب السيارة مع عبد العزيز؟ يعني ما تدري إذا سما درت راح تغار؟ بس ما أتوقع سما من النوع اللي تغار. ولا ياسمين من النوع اللي تركب مع شخص ما تعرفه عدل. يعني نقول هاني مينون عادي. هالبنية هذه متلخبطة وايد، وأدري إنها راح تأنب نفسها. إحنا ليش قاعدين هني؟ ناطرة هادي فيه بنت أختها عشان تاكل آيس كريم على البحر. بتكلمين بنت غازي؟ غازي بالسجن. والبنت ما لها علاقه فيه، اصلا ربت بيت اهل هادي. شوف هالهادي بالله. ايه على اساس ان احنا شفنا حسام. يشبه. ترى أنا أم هاني من طرف ياسمين. أنتي منو؟ أنا هني قاعدة أنتظر أبو ياسمين لأنه هو من الصبح طلع والكل يدور عليه. حتى ياسمين راحت تدور عليه. أنتي يعني تعرفين ياسمين؟ تعرفين أبوها؟ لا يكون انت من الايران يعني ولا من اهلهم؟ لا يكون انت يوم ياسمين؟
كسرت الله يهداك. سألت عنه بكل مكان ما مر اليوم. هاني ايش عنده بهالمكان؟ تلقين يا ابو بوك هني؟ ما ادري. صار الليل. خوفي على ابوي صار اكبر. انا لازم ارد البيت. انا اتصلت بامي تقول لي الحين ما رجع. هذا غير الحلم اللي شافت فيه امك راد البيت. انا عمري ما حلمت بامي. لازم امشي. وين بتمشيني بالطريق طويل؟ خل اردك انا. حابه امشي. الليله هذه بالذات انا حابه امشي. وعادي انت عم تاخذ تاكسي. ما راح اخليك تروحين. انا عبد العزيز مو هاني. تصدق؟ لو هاني كان خلاني صدق امشي. بس الليله هذه بالذات انا حابه اسلوب هاني اكثر من اي وقت ثاني.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خلا وين نروح؟ إذا ما في شيء إذا ما صارت ها؟ شوف ماخذه راحتك قاعد عند البيت كنا بيتك ها داشه طالعه مستانسه ايش رايك نغير ستايل الليتات بعد بس زين على الهذره الزايده انا بروحي الحين قاعده انطر ياسمين ما ادري متى ترد زي ابوها رجع ويقولون انت ماخذه احسن خل تفكر كذي دام تفكيرها كذي خلي يحترق قلبها زين انت ليش جاي الحين ايش حقي ما تدري انت ها طيب ناطر عزيز وياسمين انا ناطر اشوفهم قصه حب جديده ما وصلت خبرك بس عاد بس تعال وجهك صدق بس تعال وجهك البنت محترمة ما فيها السوالف هذه ما عندها الله يهداك بس بعدين بروحها بقلبها محترق دور ابوها وين بيروح ابوها؟ ما رد بيرد البيت يعني بيطير وهو ايش تراني؟ زين المهم الحين تروح انا بنطر هني عبد العزيز عقب بروح يلا لا والله ايه تدرين شلون عيل؟ ها انا راح ادق على سما واقول لها ان ياسمين طالعه ويا عبد العزيز بسيارة اذلف اقول بنت ابوك اقول لهم انت بتذبحك الغيرة بتذبحك روح قعدي رايحي عليك ابيك عون صاير فرعون قاعد يدش شيء داخل سوي لك شاي عيل دام كذي مريحه خلي نفسه تشرب شاي ولا حتى قهوه لا مر ولا حلو الله بحجم المخزون الغذائي مرزوق حطينا فيلم على خير ان شاء الله طوارئ الوزاره ناقشت اوضاع السوق الكويتيه بشكل عام لا ما قلتي لي اختي وينها احنا عندي ياسمين اقول هلا انت رحت العزا البارحه كل حكي وثانه تقول لي قمت تنسى انا اللي انسى ولا انت اللي تنسين وانا قبل لا انسى بعد ابو عيسى الليله عازمني على عرس بنته عاد مو عادتك انت لا تروح اعراس ولا تروح عزا وانت صادق انا احسن مكان عندي اروحه البحر اي والله تذكر يوم نروح فيلته وهذه رحله تنسي لا حاشا والله ما تنسي لكن إن الله سهل وطول بالعمر أكررها ووديت فيلته ونقعد بدال اليوم 3 أيام نعم ليلتين نقعد هناك أنت الحين قمت تنسى الطريق للبيت الله يهداك بس يلا أكلك أكل علشان تأخذ دواك خير إن شاء الله يا عرب وين وصلتي وين رحتي مرزوق هلا تذكر المسدس اللي لقيناه في غرفة سميرة قبل ما يمسكون غازي ايه فيه المسدس اللي خدناه وخشيناه عندنا قبل يومين ما لقيته بمكانه الو هلا حبيبي وينك صار لي ساعه دق عليك ما ترد علي ها طمنيني ابوك رد ولا لا لا حول ولا قوه الا بالله يلا اوكي احنا جايين قلبي بيوقف على ابوي لا احنا كنا قرابين من البيت انت من معاك اي حتى امي عندهم بالبيت
لا 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 الحين مختفي ما لقاه. تعالي بيت ياسمين، تعالي بيت ياسمين. ياسمين؟ هذا شنو صوت عبد العزيز يمك؟ ادري انك ما تريد تتكلمين. خلاص خلاص بعدين نتفاهم. يلا يلا اوكي ماشي. يلا باي. يلا باي. وياسمين انت وين كنت؟ الكل كان يدور عليك. اقول هذه المره الثانيه انت تجينا هنا بالبيت. مره جيت عشان ياسمين والحين عيالي ما هو؟ عاد قلبي ياسمين كانت خايفه عليك. دقيقه حتى نالا. انا خفت ورديت، خفت عليها. خفت اني اختفي واصير مثل امها. الحين تحبها؟ كنت أكتب لها كل يوم رسالة وأقرأ الرسالة ألف مرة وأطرشها. راحت الرسالة أنا جواب. زين هي ليش اختفت؟ خوف. خوف بطل لها باب. أنا رحت أدور هالبيبانة هذه كان مسكرة رغم أن بيتي أنا مبطلة البيبان كلها مشرعة. ها عمي انت هني من صدقك؟ تعال انت وين رحت؟ عمي قلبنا الدنيا عليك انا وياسمين. ياسمين على بالها ترى انت وياي. اي مو ياسمين لو جت الحين وشافتك هني على بالها انه كان معك. الله اليوم كنا امس يوم تجون تخطبون ياسمين. يا عمي دام يعني موضوع الخطبه ببالك، ايش رايك انا اقول له نستعجل بالخطبه ها ونخلص يعني الموضوع؟ لا تسمع كلامه، قوم روح الحين قبل لا تجي ياسمين. زيني بصبره ايش فيك ها؟ يا لا بغيت اسالك عمي وين كنت انت؟ رحت هني يعني شفت واحده غير ام ياسمين؟ يقول لي صارحني. ايش قاعد اقول لك؟ اول شيء ولا شيء ما عادي سوالف بيني وبين عمي. لحظة انت جبتي معي؟ ترى انا ما عندي. ما توقعتك تقول شيء. توقعتك تنزل وتجيب لي ماي. عاد سما دائما تحط بجنطتها ماي. وانا مو سما. انت صدعة ولا معصبة؟ ما ادري كل شيء. انا توقعتك هادي عكس هاني. أنا هادية بس الليلة هذه أنا مشاعري متلخبطة. أنا أول مرة أركب سيارة مع واحد أنا ما أعرفه وما أكون خايفة. ما
وأنا أول مرة تركب معي وحدة وأخاف. خايف من شنو؟ خاف ما نلقى ماي تشربه ونتوهق فيها. صدق ما توقعت دمك خفيف. ما أدري على الحكي اللي يقوله هاني، توقعتك تقلطينه. أعطيني أعطيني حبة حتى أنا مصدق. من غير ماي؟ وأنا داخلي كلي ماي كثر ما أحب البحر. أعطيني. أنت سيدي غلتيني كذي. لحظة يبا خليني مش ماي.